مثل العراقية؟ فقلت من حقي افتخر بي، مو شغلة غرور ودنيا وردية. أصبعي شلون صار أو أظفر؟ يعني قلت لكم قلع، حكيت لكم شلون صارت الإصابة، خلي أحكي لكم. ابن أخويا جاي عند مطار. يا هلا ويا مرحبا، مساءكم خير وجمعتكم مباركة وعافية وحب وراحة بال وسعادة يا رب. شلونكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تمام. شو السالفة حابين هذا الشعر علي؟ صدق عود لا يقليل، هو شوي مجاملة، ما أدري إذا هيك ترى أجلب بي، يعني إذا تقولوا لي شي حلو حلو عليك أجلب بي. يا عمري أنتوا الأحلى، عيونكم طالعين أنا وبناي. عذبني ما يلبس الحزام. حلبس أي عافية. يلا إذا أنت تلبس حتى أنا لبسه، لأن شو الفايدة أنا ألبس الحزام هو لا يبقى يسوي طن 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 طن. يلا دقيقة دقت مجال إيد للتصوير. شجاج. إيه طمنوني عليكم يا كيك، أنا مسيو شكو معك. ايه طمنوني عليكم، وين رحتوا وين جيتوا وشون كان يومكم؟ بداية اليوم يعني نص اليوم خلينا نقول. اني والله تمام وضعي اوكي، كانوا عندنا الاهل بيت اخوي مسوين لما الجمعة، هما كل جمعة يجون اخوتي يمي، وتغدينا وهم كان مكانكم خالي اكيد. وسهمكم العافية، ماكو غير هاي الكلمة سهمكم العافية، حصتكم العافية مثلا، نغصتكم حلو نغصتكم اوكي. وهسه رايحين انا وابوناي لمكتب عقاري، بدنا نشوف ايش اخبار السوق، شكو ماكو، شلون العقارات ناس صاعده. بنفس الوقت افيدكم ان حبيتوا يعني تستثمرون او تشترون او تاجرون، وشوف شنو الاوبشنات اللي موجوده. فان شاء الله التغطيه راح تفيدكم. انا كلش لافيو حبيباتي واصدقائي اخوتي الحلوين، اخوتي الحلوين. البارحة كنت احكي ويا بنية صديقة إلي تقول لي شهد ليش الرجل العراقي من يزوج امرأة عربية يدللها والعراقية ما يدللها؟ فاستوقفني الموضوع، قلت لها ليش هو يلقى مثل العراقية؟ فقلت من حقي افتخر بي، مو شغلة غرور ودنيا وردية، لك روح ودور الدنيا إذا رايد إنسانة وصادقة النية وحلوة وكلها شخصية وطيبة وراقية وأمضيت وملقاها حنية ومعزبة وأبد ما تشيل أي حقد وكراهية، كل هاي الأوصاف تصير بالإنسان العراقي. أصبعي شلون صار أو أظفر؟ يعني قلت لكم قلع، حكيت لكم شلون صارت الإصابة، خلي أحكي لكم. ابن أخويا جاي عند مطار، تمام، هو قريب على بيتنا، فأجى بالمطار مالته، هو صغيروني ناي شافت الماطور الا اركب، انا اخاف عليها، فقلت له لا 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 يعني لا تركبها ولا شيء، اخاف عليها خلي انا اركبها، انا ما صاعده ماطور ولا اعرف شلون يشتغل ولا هاي الديتيلز كلها. فجربت قلت له خليه اجرب اني وبعدين عود اذا دبرتها طيني ناي اركبها وياي. شو انا ركبت بدل ما دا ادوس البنزين دست، لا بدل ما بدل دا ما ادوس بريك دست البنزين، وكان يطلع الماطور كله اللي قبل على الباب وانقلبت انا والماطور. فالاظفر كله اسم الله عليكم انقلع. بس شنو الوقعه؟ يعني هم تضحكون علي وهم تنقهرون علي. فشاغت روحي شاغت روحي متت يما زين عيني، فكلش والله كلش تعبت تاذيت، انتم شايفين يعني الله لا يراويكم شو اسمه الاظفر دا ينقلع، الاظفر كبير. فصار بي كلش كلش تأذيت، والمشكلة أني ما أقدر أخذ أنتيبايتك وهاي السوالف، يعني ما أقدر ألود على جسمي لأنه أنا مسبقا سويت عملية ولادة ولادتين وبنج عام وكذا، فأنا أخاف على صحتي ما أخذ الأنتيبايتك، كلش أتحذر من عنده. خليت له هيجي براستول والألم بعده مو طبيعي. ها على فكرة إحنا البارحة حاجزين تكتات لدبي ولغيناها الرحلة، لغيناها لأن ما أقدر يعني مستحيل ما أقدر وأمشي ومطارات وكذا. فالحمد لله دفع الله ما كان أعظم والحمد لله لغيناها، أجلناها على الأسبوع الجاي، همين عندنا شغل بدبي
وها هي والله شلوني هسه بعدني مو كلش يعني بالبداية مو كلش تأديت لأنه حد صواب كان عرفتوا فقلت يلا الحمد لله والشكر بهاي ولا بغيرها يمكن رب العالمين كان يريد يصير شيء أقوى وصار بالأظفر مالتي همزين ربكم مام صعدناي وياي عزي كانت كسرة تسود علي الطفلة فإحنا نقول جاي من الله هلبي بس بعد الحذر همتين واجب مطلوب من عندنا شجاني ساعتين ما أدري شجاني أهبت سويت روحي كل شعره وهذا مايكل شماخر من هذا مايكل شماخر صايف ما أدري صدق ما أعرف واحد سايف ما أدري جاء فقلت لك مايكل شماخر ما أعرف حبة أنا بنية فقيرة وين أعرف هاي السؤال الحمد لله والشكر هسه وين نروح أبونا يا بنات حلو والتكنيك مالها حلو بس المشكله متابعيني الاحبة اجيت لي الاعظمية شارع عمر مكتب الغيث للعقار ترميم وبناء وهدم كل شيء وكلاشي موجود هنا المصادفة الجميلة اذا تشوفون هاي السيارة الحلوة تشتري شقة وتدخل على سحب السيارة 2023 فهد وياي قول تجربة مع الشقة جديدة زين سوين من عنده خصم اوكي المتابعين خصم حلو بس شنو ترتيب المعامل احلى احلى خصومات اليوم احصل لكم متابعيني خصم خلاص وصلت 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 شوفوا هذا المكتب تعالوا نفوت حتى نخلص من هوسة السيارات شوفوا هذا المكتب مالته الغيث للاستثمارات العقارية جمال اول شيء المكتب شرح ينفتح قلبكم هذا مو مهم بالنسبة لكم انتو حتجون هنا على قد تاخذون الاشياء اللي تردوها من العقارات وتطلعون بس اني تخصني هاي التفاصيل متابعيني الاحبة للمرة الثانية مكتب الغيث للعقار اليوم انا جاية اكيد في الاعظمية هذا من احلى وافخم واروع المكاتب اللي ممكن تتعاملون وياهم بصراحة سلاسة بالتعامل ومصداقية اكو شقق تمليك بالاعظمية باربع شوارع اللي هو شارع عمر والأخطل وشارع الضباط وشارع المشاتل الفرصة أكيد كلش تفوتكم الأسعار ما راح تلقوها بمكان ثاني الأخ غيث ما راح يقصر وياكم بولا شيء مصداقيته جدا عالية الفخامة والكواليتي والماتيريال مال البناء مالته بصراحة متعوب عليه حقيقة يعني من تشوفون البناء تقولون يسوى واحد يشتري بهذا المكان هاي رقم واحد رقم اثنين من تتعاملون ويا الغيث فوق كل هاي الاشياء الزينه راح تحصلون على خصم حلو اكيد لكل متابعيني صح لو لا؟ صح هيك اتفقنا لو لا؟ عبالي اوكي وطبعا اكيد متابعيني افضل استثمار بالعراق هو العقار فاللي عنده كم فلس جوا ايده ضامن منها حقيقه اني ما انصحه غير يدبهم بالعقار لانه العقار بالعراق ما يخسر يوم عن يوم قاعد يزيد اكثر واكثر وللناس اللي تتمنى يصير عندها عقار اتمنى الجميع ما يسكن بالايجار حقيقه ويكون عندهم سكن بهذا البلد. الغيث اللي يميزه عن بقيه المكاتب اول شيء المصداقيه مثل ما ذكرت البناء العالي والفخم والكواليتي العالي بنفس الوقت، هاي التفاصيل كلها موجوده امامي على الورق حقيقه ما اقدر اقرا لكم اياها لانه راح ياخذ وقت كلش هوايه، راح اسوي سكرين على كل التفاصيل لان اعرف اني متابعيني راح يسالوني شهد ايش قد المساحه ايش قد الاسعار الى اخره فاني راح اخذ لكم صور وان شاء الله يا رب يرزق الجميع ويوفق الجميع وانا مسبقا اشتريت من مكتب الغيث واليوم ايضا دا اخذ شقه واكيد بلا شك راح تسالوني عن مكتب الغيث وين صاير ابد ما يتيه تجون العظميه شارع عمر يم لحمه بعجين الحدباء يعني هم تجي وتاخذ لك عقار تاكل لك لحمه بعجين وطالع راسك بارد ومرتاح، وعلى فكره العظميه اني من المناطق اللي كلش احبها اللي تعتبر ما بين الكرخ والرصافه، يعني ابن الرصافه يعتبرها قريبه وابن الكرخ يعتبرها قريبه عليه، يعني يمكن احنا كمنطقتنا بيننا وبينهم جسر واحد. وبالاضافه لهذا بعد هي منطقه الحب يعني منطقه ابو ناي فاكيد تكون عندها خصوصيه بقلبي اني شخصيا كشهد. السياره ابد لا تنسوها
يفوتوا يانا بالسحب. هاي السيارة من من يشترون شقة يدخلون على سحبة يفوزون بها. يفوتون ويانا بالسحب وأتمنى تكون من نصيبكم وتستمتعون بها يا رب. أي استفسار طبعا أي سؤال عندكم راح أترك لكم الأكاونت مال الأخ غيث، إنسان رائع جدا وما يقصر، الله يجزاه خير بأي سؤال.